أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تستمر الاشتباكات في الجهة الشرقية من مدينة الرقة في كل من حي الروضة وداخل أحياء مدينة الرقة القديمة بعد اجتياز قوات سوريا الديمقراطية لسور المدينة القديم، حيث تشهد الجبهة معارك عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة. أما في الجهة الغربية فقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم من السيطرة على أغلب حي الدرعية. أظهرت إحصائيات أولية لحجم الدمار الذي شهدته مدينة الموصل العراقية في ظل احتلال تنظيم داعش أرقاما مفزعة عن تخريب المعالم الأثرية والثقافية والدينية في المدينة، فضلا عن تدمير نسبة هائلة من المنازل والفنادق والمصانع والمنشآت الحكومية. وقدرت مصادر نسبة التدمير في الموصل بنحو 80%. قتل 14 مدنيا على الأقل وجرح 30 ليلة الأربعاء الخميس في هجوم مزدوج في وازا في أقصى شمال الكاميرون، حيث تتكثف الهجمات المنسوبة إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية بحسب ما أفادت مصادر متطابقة. وبحسب مسؤول إداري في وازا فإن انتحاريين دخلا إلى مكان مليء بالمطاعم وأكشاك الاتصال الهاتفي وفجرا حزاميهما الناسفين. اتفقت فرنسا وألمانيا على تطوير جيل جديد من المقاتلات الأوروبية لتحل محل الأسطول الحالي من مقاتلات البلدين في خطوة وصفها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأنها ثورة في علاقات الدفاع بين البلدين. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن البلدين الشريكين يأملان في وضع اللمسات النهائية على خارطة طريق مشتركة بحلول منتصف 2018. أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بوجود نقاشات داخلية بين أعضاء حلف الناتو حول مسألة انضمام أوكرانيا إليه، مشيرا إلى أن مسألة انضمام الدولة الأوكرانية للحلف شمال الأطلسي هي شأن الدول الأعضاء وأوكرانيا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفع الإيقاف المفروض الأسبوع الماضي على الاتحاد السوداني لكرة القدم على خلفية تدخل سياسي، وذلك بعد تعليق الحكومة قرارا يتعلق بالاتحاد المحلي. وكان الفيفا أعلن في 7 من تموز يوليو تجميد عضوية الاتحاد السوداني. أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللاتي دائبن على فرد الشعر باستخدام مواد كيماوية أو صبغه باللون البني الداكن أو الأسود يواجهن خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرهن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.